اكتشفوا وائل جمعه. قول انت الو، قول لي مين. الو الو، ازيك يا كابتن وائل؟ السلام عليكم يا كابتن شوقي. حبيبي ما كنتش عرفت الاسم والله. لا ايوه يا كابتن شوقي، ده احنا عشره عمر. انا كنت هفرح قوي يا كابتن. احنا عشره عمر يا كابتن شوقي. لا صوتك في قلبي يا كابتن شوقي والله. انت تبقى قلب اسلام على طول. لا لا والله صوتك في قلبي وفي وداني يا كابتن شوقي. ده اول اسم قاله. اول اسم قاله كده. احنا اسلام عشره عمر وحكايات مع كابتن شوقي. كابتن شوقي اولا مشرف ومنور تواجدك معانا. طبعا الكابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، واحد من نجوم مصر الحقيقه لفترات طويله جدا في نادي غزل المحله، ويعني تاريخ كبير وتاريخ طويل جدا، ثلاثه كاس امم افريقيا، حاجات كتيره جدا نقدر نتكلم فيها مع كابتن شوقي غريب. ولكن سعداء جدا بوجودك معانا يا كابتن شوقي، وكل سنه وحضرتك طيب. العيد طبعا، وكل سنه وقناه النادي الاهلي طيبه. طبعا انا كل سنه وانتم طيبين، وقناه الاهلي طبعا الحاجه الجميله ديت بتسري الرياضه، وطبعا وحضرتك يا اسلام، وطبعا يعني اخويا الصغير وابني وكل وحاجات كتيره وائل. يعني حبيبي يا كابتن شوقي، كل سنه وانت طيب يا كابتن شوقي. الاول انا ما عيدتش عليك يعني. لا والله ربنا يكرمك. انت زي وائل كده، والاسره كلها بخير، وانت عارف انت في القلب يعني. ربنا يكرمك يا كابتن شوقي. يعني انت عمال تقول عليه كلام زي الفل، وهو لسه عمال يقول لي ده كابتن شوقي غريب يعني. عمال يقطع. طب ايه طيب؟ ده وائل، ده وائل، ده صخره مصر ده ونجم طبعا. فين يا اسلام؟ اكتشاف البدايه يا كابتن شوقي، البدايه واكتشاف المواهب ده برضو حاجه بنفتقدها في مصر. فاكتشافك لوائل جمعه مع بقيه النجوم الكبيره اللي الكابتن وائل اتكلم عنها برضو، ولكن زي كابتن ابراهيم يوسف طبعا، اي ناس في المحله بصراحه يعني، ناس كتيره يعني. كابتن وائل طبعا يعني ان احنا كلنا بننتمي لنادي غزل المحله او بننتمي للقلعه ده في الوقت ده يا اسلام، انت عارف كانت قلعه كبيره يعني طبعا. مش حاجه صغيره يعني، طلعت نجوم كبار وطلعت نجوم دوليين وطلعت ناس كتيره، وفي وقت من الاوقات يعني نادي المحله ده اللي كان بيجي المحله ويطلع حتى متعادل كان بيبقى فرحان. مظبوط والله، مظبوط عندك حق. او كنا دايما يا اما تلاقينا بنلعب نهائي كاس، يا اما بنلعب طالعين ثالث دوري او رابع دوري. أيوه. يعني كان مثلا اللعيبه يعني يوم ما حد بيتنقل لنادي من المحله يروح النادي الاهلي او من الزمالك او يروح الانديه الكبيره دي، كانت بتبقى يعني حاجه كبيره جدا انها حصلت. ايوه، وحاجه ما حصلتش في المحله كتير ان حد يمشي ويسيب النادي ويروح نادي ثاني الا ما يكون نجم كبير، والحمد لله. مش قوي يعني يا كابتن بقى، ما تخلوش يعني يتنطط علينا بقى. طيب لا ده انا عايز اقول على حاجه. اتفضل. ده وائل يعني، خلينا اقول اكون صريح معاك. يا ريت. وائل من الكوادر اللي لازم مصر تستفاد منها. طبعا طبعا يا كابتن. والله العظيم. معلش يا اسلام، احنا مش هناخد. لا معلش ليه يا كابتن، دي حقيقه والكل بيقول كده. وائل جمعه لازم من الكوادر اللي يجب ان يتم الاستعانه بها خلال الفتره اللي جايه بشكل او باخر. طبعا. لان عندك كادر طول عمره بيبقى له الصوره والبسمه والكلمه الطيبه والشخصيه الجميله، وبعدين ادى لمصر بطولات وادى لمصر انجازات وعلق شاره كابتن بلده وخد بطولات كبيره وافريقيا من افضل اللاعبين سواء على المستوى الدولي او على المستوى المحلي. فلما نيجي والنهارده على مستوى التحليل كمان يعني، مش عايز اقول ان وائل بعيد عن اي حاجه في الرياضه، لا ده كل حياته رياضه. مظبوط. فاللي زي ده وتعليم ولغه وحاجات كتير، انا يعني انا بتكلم بصراحه، فدي كوادر لازم مصر تستفيد منها اسلام يعني. مظبوط يا كابتن. بصراحه لازم مصر تستفيد من الكوادر دي يعني، كوادر كبيره ونجوم كبيره وادت لمصر كتير، لازم مصر كلها تستفيد من يعني. ادينا بنحاول دايما، هو دائما في دائره الضوء كابتن وائل، دائما في دائره الضوء، ولكن وجوده طبعا النهارده معانا في قناه الاهلي وكلنا مبسوطين كاهلاويه وكلنا فرحانين. الناس عايزه تعرف البدايه برضو يا كابتن شوقي، انت ازاي اشمعنى وائل يعني في البدايه؟ لا يعني وائل، بص وائل كان عنده المواصفات. يعني عنده مواصفات لاعب الكره او مواصفات يا بص المركز بتاع قلب الدفاع ده له مواصفات خاصه بتتحط. المواصفات الخاصه دي، وانت طبعا كنت بتلعب اسلام في المكان ده. أيوه. ولعبت في اليمين وفي الشمال وفي المراكز كلها بتاع الجزء اللي ورا ده،
يعني بتبقى عنده مواصفات خاصه وحاجات انت لازم تبقى موجوده فيه. مثلا لما نيجي نقول مثلا في اوروبا او في اي مكان او في اي دول الكبيره العالميه اللي سابقانه بكتير، مثلا يقول لك ايه عنصر الطول موجود، طب عنصر القوه موجود، طب عنصر السرعه موجود، طب يعني المواصفات كلها، طب الشخصيه والقياده موجوده. يعني في المكان ده بتحتاج المواصفات، نادرا انك تلاقي لعيب بالمواصفات. بجانب بقى ايه عندي اصابه ما عنديش اصابه، تعبان مش تعبان، بنكر ذاتي وابقى موجود، ده من معشرتي الوائل. ايوه يعني ما فيش حاجه. ثلاثه كاس امم افريقيا يا كابتن. لا ما فيش حاجه عندها اسم مصاب. يعني ايه يعني يعني في لعيبه اسلام دلوقتي يقول لك ايه مش عارف العضله الايه دخلت في العضله الايه ثلاث اربع شهور، ومش عارف ايه عملت ايه ست شهور. تبص تلاقي السنه كلها طارت. طب لعبت كام يا كابتن السنه دي؟ لعبت ماتشين او لعبت ثلاث ماتشات. لكن مثلا ممكن مثلا نوعيه وائل ونوعيتنا احنا كلنا اللي كانت بصراحه يعني يقول لك مثلا جالك كم اصابه في السنه اسلام، تقول له مثلا جالي 8 اصابات في كذا كذا. طب لعبت كم ماتش الموسم؟ كان فيها 30 ماتش 35 ماتش مثلا 34 ماتش، لعبت منهم 30 ماتش. لكن دلوقتي يعني بص لها ايه نجوم كبار وناس كبيره وناس اسمها كويس، لكن يقول لك ايه لعب 6 ماتشات، لعب 4 ماتشات، لعب 8 ماتشات. العضله بتاخد دلوقتي تدريبات مش عارف ايه، والعضله دي بتعمل ايه وحاجات يعني جديده. يعني انا بتكلم بصراحه ما كناش بنشوف. ممكن يكون التكوين بتاع وائل المستوى اللي كان الدماغ يا كابتن، الدماغ يا كابتن شاوي. طبعا اللي حضرتك بتقوله ده كله يا كابتن شاوي يعني نقاط هتتحسب للمدرب زي حضرتك باسمك بتاريخك التدريبي بالامكانيات اللي عند حضرتك في الاختيار. ودي نقطه يعني من خلال عمل انا في التحليل دلوقتي انا ذكرتها اكتر من مره كابتن شوقي في فتره كاس العالم الناس كلها تفتكر، وفي كاس الامم الاخيره نقطه اختيار العناصر دي نقطه مهمه جدا. احنا كبلد يا كابتن شوقي عندنا العنصر الاهم وهو العنصر البشري اللي هو عنصر اللاعبين، فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا. يا ريت برضو حضرتك بصفتك انت المدير الفني للمنتخب الاولمبي ومسؤول عن التجهيز واختيارات اللاعبين يبقى في دعم منك للنقطة دي. انا بعدها هتكلم وهاخد نفسي زي ما حضرتك ذكرت كده مثل، احنا عندنا امكانيات يا كابتن شوقي كبيرة جدا وزي ما احنا طلعنا والناس اللي كانت موجودة معانا كلها في الجيل بتاعنا الاختيار ده مهم جدا يا كابتن شوقي. انا بشوف اجسام لاعبين وبقارن اللعيبه بتاعتنا في الدول الثانيه، مش ممكن احنا بالامكانيات اللي عندنا الامكانيات البشريه دي ما نقدرش نختار لاعبين ونجهزهم من بدري يا كابتن شوقي زي ما حضرتك عملت فتره بتاعتي بصراحه. وانا معاك الرؤيه والعين اللي اختارت كان المواصفات دي موجوده، ودي تحسب ليك طبعا وتحسب للناس اللي كانت موجوده معانا. يعني ما هو ده اللي بقوله برضه يا كابتن وائل. يعني انا النهارده مثلا اقول لك حاجه، لان احنا اتفضل يا كابتن البطولات دي كلها كنا ممكن مثلا ايه نفوت على اوضه اقول لك الاوضه دي فيها مين؟ وائل جمعه او مثلا وابو تريكه. صح. الميعاد مثلا النوم الساعه كام؟ الساعه 11. لا يا جماعه بلاش نخبط على الاوضه دي، لان احنا عارفين انهم هيبداوا يصلوا على صلاه الفجر وهيبداوا يبقوا موجودين لانهم ناموا. يعني لا ده بيناموا الساعه 9. ما كانوش بيخبطوا علينا تماما. الساعه 9 بيناموا يا كابتن شوقي الاثنين. لا في اوضه ثانيه بقى يا اسلام. لو عارف انا كابتن. تقول لي نام ما نامش اقول له افتح 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 اشوفك في السرير الاول. طب امال انت بتعمل ايه اليومين دول يا كابتن شوقي؟ امال بتعمل ايه اليومين دول؟ لا يا اسلام بص اقول لك حاجه. كان زمان تقول شيل التليفون يقول لك، دلوقتي تشيل التليفون تلاقي فيه اربعه تانيين. صح صح. تاخد منه التليفون تلاقي اللابتوب، تاخد منه مش عارف ايه تلاقي مش عارف ايه. بص يا اسلام الدنيا خلاص بقى في تطور وبقى في حاجات كتيره. طبعا يا كابتن. بس يا ريت نفهم بالظبط زي ما وائل قال دلوقتي، مهما الدنيا اتطورت في حاجات كتيره، لكن ايه اللي مطلوب مني وايه اللي المطلوب ان انا اعمله وايه اللي المفروض امشي عليه. ايوه. مش اخد كل حاجه بشوفها. يعني 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 خلينا نقول ايه النهارده بقى التعامل. يعني احنا مثلا دلوقتي في المنتخب الاولمبي بنحضر حاجه زي برنامج جديد. البرنامج الجديد ده هنبدا نشتغل فيه على الموبايل كلنا
كفرقه وكلعيبه كفي المعسكر والحاجات عشان التعليمات وعشان النظام وعشان البرنامج وعشان نعرف حاله اللعيب، نعرف حاجات كتيره منه. صح. كل ده حاجات حديثه كويسه الناس تخش معانا، لكن مش حاجات ناخدها ترجعنا لورا، ترجعنا ناخد الحاجه اللي طلعنا لقدام. انا بشكرك جدا يا كابتن شوقي، شرفتنا ونورتنا، وان شاء الله يعني قريبا نعمل مع حضرتك حلقه تخص منتخبنا الاولمبي، وان شاء الله ان شاء الله. طبعا يا استاذ، ده شرف ليا، شرف لينا يا كابتن يعني، وبشكرك ان انت جمعتني بوائل. انا سعيد يا كابتن شوقي والله ان انا سمعت صوتك، وكل سنه وانت طيب، وسلامي للاولاد والمدام، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. وعليك يا وائل كده، وعلى الاولاد كلهم يا وائل كده. الله يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا جزيلا يا كابتن شوقي، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا يا كابتن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخبنا الاولمبي، صاحب